محمد جبر، الشريك المسؤول في مكتب التميمي بالقاهرة عن قطاع الاستثمار والتجارة. احنا بنشتغل بشكل عام في صفقات الاستحواذات والاندماج وقطاع أسواق المال، غير الاستشارات القانونية بشأن قطاع الاستثمار والتجارة. الحقيقة ان المنتدى ده ميرجر ماركت كلمونا علشان يبدأوا فعالياته بالقاهرة، دي أول مرة يعملوه في القاهرة. هم بيعملوا فعاليات كتير قوي في الشرق الأوسط، في دبي واسطنبول، والقاهرة أول مرة يجوها. اهتمينا جدا بالموضوع، حبينا إن احنا نبقى من الرعاة الرئيسيين، وساعدناهم في تنظيم المنتدى ده. حبينا إن احنا طبعا نستغل الفرصة دي إن هو يكون ملتقى لكل المعنيين بقطاع الاستثمار في مصر والاستحواذات والاندماجات والاستثمار المباشر على وجه التحديد. انقسم المؤتمر لثلاث حلقات نقاشية، ما حبيناش ان هو يكون في اطار محاضرة، بالعكس هي مناقشة تفاعلية بين ناس متخصصين في المجال. طبعا مستوى الحوار كان مرتفع للغاية ومتخصص جدا، لان كل الناس المدعوة متخصصين في المجال، سواء بنوك استثمارية أو مكاتب أو شركات بتعمل في مجال الاستثمار المباشر، سواء مصرية أو أجنبية، بالإضافة طبعا من مستشارين، من محامين أو محاسبين، غير طبعا الأساتذة الإعلاميين والصحفيين. أغلب الإعلاميين والصحفيين اللي حضروا المؤتمر كذلك متخصصين في تغطية مجال الاستثمار المباشر والاستحواذات والاندماجات. علشان كده في الحلقات النقاشية تطرقنا لنقاط تفصيلية. في حلقة نقاشية أولى كانت بتتكلم على صفقات الاستحواذ والاندماج على وجه التحديد، والتحديات اللي بتواجهها في مصر ومستقبلها عامل ازاي. الحلقة النقاشية اللي بعدها كانت متخصصة أكتر في أكتر قطاعين جاذبين للاستثمار حاليا من وجهة نظر المنظمين للمؤتمر، اللي هم قطاعي الصحة والتعليم. وآخر حلقة نقاشية كانت بتتكلم على صناعة أو مجال الاستثمار المباشر في مصر، واللاعبين الأساسيين اللي فيه ونظرتهم إيه لمستقبل القطاع ده. إحنا شرفنا جدا طبعا بحضور كل الزملاء الأعزاء اللي حضروا من مختلف المجالات، وساعدنا جدا بمستوى المناقشة. كذلك على هامش المنتدى كانت فرصة جيدة جدا لتبادل العلاقات والخبرات بين فاعلين كثيرين يعني في المجال، ودي برضو أحد أهم النتائج لملتقى زي ده. فمستثمرين أجانب بيلتقوا بمستثمرين مصريين، بيلتقوا بمستشارين ممكن يشتغل معاهم في صفقات مستقبلا. بشكل عام الحمد لله الملتقى لقى نجاح جيد جدا، ونتمنى إن شاء الله إن دي تبقى أول فعالية، وميرجر ماركت يعملوا فعاليات تانية في المستقبل في مصر.